مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله هالسنة الجديدة بتحملكم كل السعادة والفرح. الليلة طالب من بين إيهاب ودينا رح يغدرنا، لكن النتيجة منا محسومة بعد، وفيكم تعدلوها بتصويتكم مشاهدينا من هلأ للبرايم بعد ساعات. أما هلأ فرح نبدأ حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، فيها آخر أخبار الطلاب، البداية مع صف جديد للرياضة مع مارسيلينو. طب دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه في مارسيلينو؟ الساعة 10:10 عقابه ايه عندنا؟ لازم نقول له مية. لا مية حرام، مية حرام هيطلع هيكسرنا كلنا. بس بحس اذا اجى ادمان كباية مية بحس حيقبع هيدا الجالونين، جالون هون جالون هون ويفتح هون بصير ماشي هيك. 10 فانشو 10 ده الساعة معك 10 وربع، بس لا تشوفوا قد ايه بشعة، بس في واحد ناطر تعلموا. بس نحن في فرق بيني وبينك، انا بسامحك، نحن بنسامحك. لا مي 20 بوش اب، ماشي؟ لا فرشات، لا ليش 20 بوش اب؟ صبايا وين نمتوا امبارح؟ لا نشفوا خطوطهم 20 بوش اب، نشفوا وانت 20 بوش اب. يلا هلا بس نبلش، يلا جايز. وانت يا حبيبي يلا حنان، يلا حنان يا بابا، احنا عاملين لك وحشه وانت عمال ترش. جمهوري كل يوم يبعت لي شد على حنان بالرياضه، قومي فحصني انا جمهوري هيك بدك. جمهور هو بيقول لها بقى شد على حنان بالرياضه. لورا This track honestly don't need no talking on it, but I gotta do it. Big tank. Let y'all know, you know what I'm all about. When I take it to the flow. Is everybody ready? Now I don't mean to brag on mine. I don't think you know what you done this time. No, it's no things when I do my thing. I put it on you like, what's my name? What's my name? You can't hang, believe you can't. But you're in the right place if you came to get spanked. We break you off to the track from Big Tank. No holding back. Trust me, I can't. Get down, bro. Professional and if you ain't know, you're about to know when you're one. كنت عاملة في ايه؟ يلا اربعة بالنص، يلا اربعة بالنص، لا 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 يلا حلال. طيب زي عشان الكرة مش خش يا لازم نصنف تاني. بدي حقك والله، بدي حقك. ام اوك يلا فوت زي اليوم. يلا نسيم، اذا ما لعبت انت ما بتمشي اللعبه. اذا ما لعبت نسيم هيدا ال كلام، هيدا تبع التثبيت. خلص يا ابني، خلص بلاش تلعب. يلا تعب تطلع، اطلع ما بتعرف تطلع برا. اوصل لك بس يا يلا عباس، يلا اوصل لك. يلا بشير بشير. آخر أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. خلونا نتوقف مع أول بريك ومنرجع بعده لأخبارنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي مع صف جديد للمسرح مع بيتي. تخللوا مثل العادة تقنيات مسرحية بتساعد الطلاب. إيه؟ جمدو؟ احنا جينا مشان نبوسك. كنت بتقولي جمدو؟ إيه نحن الفانز تبعي. فانز؟ فانز. هاي كيفكم؟ شوفي ماشي مش بيتي توتل. هلا ما بلش اكزرسيس مهضوم شوي، مهضوم كثير ومن وحي الميلاد.
بيجيكم هدية. بهالهدية في غرض. هالغرض عنده قدرات غريبة. فكروا. هدية. غرض. ما بدي أنا نجيب الغرض نحطه، بدكم توحوا لي إياه للغرض، بدي أعرف شو هو. شو قصة الخيال معكم هاليومين؟ أنتوا وما دفع ما مش أنا ومدام، يعني كل ما بتقرب شوي مجبركم شوي تروحوا أبعد بالكرياتيفيتي. الغرض ما ضروري نجيبه. يعني أنا إذا أخذت هيك عملت حي لا فولار فولار نحو ما ضروري حي فكرت عم تلعب بالحي ما تحط عليها عم بلعب بالحي انت خيالك كثير كثير قرب لي خيالك شوي لعندي اوكي بس الاهم انه هل اوبجي هالغرض هيدا عنده قدرات يبلش 5 4 3 2 1 توب ييه هدية مجنون تكلم اللغة الصينية بطلاقة وكثير كثير صلحته صح انه صلحته بطريقه صح برافو نسيم ثانك يو مدام بيتي في روحك ما بدك تحضري بالاول بس رفايل هو حبيبي لا حبيبتي مش كل العالم رفايل اوكي يلا بحكي هلا رفايل يا حبيبتي مش كل شيء رفايل مرق بتحب ارجع مرق وبرجع بمرق فين عم كات بليز؟
هذا تركيا برا، هذا تركيا برا، رجعي ده. ما هن ما عرفوا انه هيدا المراية. ما عرفنا انه مراية، ما هو انا جايب لك كادو لا من غير مراية. اول شيء قدامك مراية. هي عجبني فيها هلا ما اوقع. حبيبتي قدامك مراية، بدك تعمل مشهد الخلق ولا لا؟ قدامك مراية وانا جايب لك مراية، عم تطلع على حالك مقرفانة من حالك بالمراية اللي عم تطلع على البيانو. ايه بس طلع على حالك بالمراية بتصير تقرفي وتنبسطي، تقرفي وتنبسطي، وتنبسطي. تبع البرنامج ولا بس ما رح تجي، ما بتجي حلوة، ما بتجي حلوة. هلا يلا 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 اوكي خلاص فوت فوت. لا مش تتابع تتابع هذا حكا طبيعية جدا بس احنا تعودنا بشريك ما يا خلص شيلي هاي وحطي هاي. شو حلو؟ شفت عيوني شو حلوين؟ ياي مبروك حبيبتي. ميرسي حتى أوفر من عملية الترميم. حل حل المشاكل الزوجية. أوفرني من عملية التجميل. حل المشاكل مشاكل الزوجية. دمتي شفت المسابقة امبارح أو لا؟ شو؟ ليكي الفكره هلا لما قالك لا قالك لما هو انه جايب لك مرايه انه ايش قلت لك مرايه هاي غير هاي انتوا فتوا بغير لعبه يعني فتوا بغير مشهد انه هو جايب لك كادو هاي غير هاي بعدنا انه ضمن الطاقه الغير ياي ايه 5 كيلو اقل ياي احلى عيونها زرق ايه شوف ده بالاخر اوفرني من عمليه التجميل وبدا نهار انا ما بدي زيد عليها تمام لا هلا فتنا بغير مشهد بغير نوعيه مشهد عرفت بس انه بس حلو 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 انت حلو حلو الفكره حلو حلو الفكره بعرف ما مش محتاجه تقول لي بس حلو الفكره ما واو واو فكره المرايه اللي بتحلي انه ايه انت منك بحاجه لا يا تقبريني يعني هو يا تقبريني باي 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 عندي مطرحيه تمام مسك تمام مسك اي بس ما في لا ليلى خلص خلص ثانك يو مدام بيتي ميرسي لكم باي باي. ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وكمان انستغرام. تاني بريك بحلقه الليله ومنتابع من بعده. عودة لمتابعة أخبار الطلاب وهالمرة أخبار رافائيل وحنان. حنان وعيت زعليني الأمر يلي زعج رافائيل فوقع المشكل. مالك يا حنان دي كويسة؟ بجد سي بتطنبز مني من هاي الله شو توعب إذا بتحكي معها حنان يا حنان عم بحكي معك شو بك اللي زعلان؟ عملتي بابونج؟ إيه حلو حنان ممكن تعمل لي مش انا اللي عملته هيدي عملت لك هيدي من امبارح لليوم تتزعل بدي تحط مي سخنه وتفلفل طلع بجد ايه اللي عملته مش عايز اخلي ما فكرت لك فكره ابو وحده وحده رفايات بشو زعلتك زودتها كثير بشو زعلتك حياة الله بشو زعلتك ما زعلتني بشي بس انه ما على القليله ما تضلك مكشره بوجهك الله يخليكي يعني ما بيحملني راسي بقى تضلك مكشره بوجهك عايز تضل حالها شوي ما سمعت ممكن عايزة تضل حالها شوي وتضل حالها كل حياتها خيي بس عم شو عم كنت ما عم بحكي معك ما عم بحكي معك ما عم بحكي معك عاد هونيك ما عم بحكي معك عن جد عم بحكي حبيبتي في قطع ما اشوفك من كلك من فوق لتحت عرفتي كيف شو عم بحكيك اسمعيني للاخر بس احكيك نهار بتنامي مبسوطه بتوعي ثاني نهار بتوعي ثاني نهار بتجاوريني وبتعملي توبوزات وموبوزات مش علي بقى اوكي روحي ما انا هلا ما فيي ما اشوفك حمام بنسى اني اشوفك اوكي بنسى اني اشوفك انسى الموضوع بتشوفني بتعمل حالك مش شايفني حبيبتي فيي ما اشوفك اوكي سو عمل هيك اوكي بكون اريح لك انت برايي انا اريحنا احنا الاثنين روح من خلقتي روحي 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 انا يلا روحي من خلقتك يلا روحي لا ما رح روح اكيد لا شو حلو وقت انا بدي روح نامك مبسوطه بتوعك ثاني نهار بتجاورني خلص حركات حنا الله يخليكي قلت ثلاث اشهر متحملك على الاخبار
الله خليك يا حنان. وده الواحد ده رديك وبده زي مصلحتك، بده مصلحتك تزعل منه الحياة لشيء، بتطمزي من الشخص الغلط، طمزي من الشخص المظبوط حنان. زعلي من الشخص اللي له حق تزعلك حق تزعلي منه. ما تيجي تكبي زعلك علي وكل زعلك وعقدك علي. عقدك؟ ايه عقدك. خلص يا زلمة خلص. بحكي 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 مثل قلتها. بحكي مثل قلتها، بحكي بحكي مثل قلتها. قطعتها؟ لا مش خلص. لا مش خلص، سامحيني وفيها مش خلص. ايش من ريحه الليمون؟ مش خلص. بامرك بذمتك انت بذمتك، شي مره برضه زعلان؟ اي ما تحكي عني. ما عم بحكي معك، عم بحكي معه. ما تحكي عني، ما بحكي معه. ما حدا وجهلك حديث، فيك ما تسمع، فيك ما تسمع حدا. انا حرة. حشت امري، حشت امري، حشت امري. ما تحكي عني يا فيال. سكتي سكتي. خلص زودتها كثير. حش زودي، شو انت بتقولي شو زودتها ولا لا؟ ما تحكي عني. انت بتقولي زودتها ولا لا؟ ايه زودتها. انت بتقولي؟ ايه. كلي تفاح، كلي تفاح واهتمي بامورك. عرفتي كيف؟ ماني محط انا فشة خلق الي. ماني محاط فش الخلق الي، عرفتي كيف؟ كوني زعلان فش خلقك فيي اذا بترديها، بدنا نوصل لهون. تكوني زعلان تجي تفش خلقك فيي، اذا عم ساعدك بغفالي بتطمزي مني، اذا عم نقي لك غنيه بتطمزي مني، وعي حنان وفكري انه نحن هون تنكون مع بعض مرتاحين، مش لتنزل الصبح تكوني نايم مرتاح، تنزل الصبح تقعد تجاوري بربي هون. انا عملت لك شيء؟ مجرد الاتيتيود تبعك توقف قدامي وتجاوريني، هذا مش معي بعض لتشتغلي هذا الشغل، سمع شو عم بقول لك؟ خليكي صديقتي. وحياة الله شو؟ تعرف شو؟ شو؟ ما نحكي مع بعض أحسن. أريح لي. ليه؟ زعلان كتير أنا يعني. لا مش زعلان، ما نحكي مع بعض. والله العظيم عم بحكي عن جد. كلي تفاح، كلي تفاح، كلي تفاح. كتير زودتها وكتير تركت لك مجال تحكي عنها شو ما بدك. أنت بتتركي مجال. أوكي بس احترم حالك. أنت بتتركي مجال. احترم حالك بس. محترم حالي غصب عنك حنان أنا. خلاص الله يخليكي. طب اهدى ليه؟ عشانك أنت. ست سبعة أيام. خلاص. ست سبعة أيام، شهر. شهر برقد لرضيه، برقد لعزعلها على وسطها، بتنام مبسوطه بتوقع زعلانه بحلماني حين تجي تفش خلقها فيي، شو ليش؟ ليش؟ تزعل مني تروح تفشفش خلقها هون شمال ويمين، ليش؟ شي مره زيدها وقفت انا شي مره ضدها؟ جيت من البرايم اخذ 70% تصويت ما فرحت دقيقه الي، طلعت رضيه، طلعت رضيه انا زعلانه ومعتبره حالها ما انا مغنيه منيح وهي مغنيه احلى وحده. مش حلو هيك، هاي أنانية صارت. مثل ما نحن بمنافسة وتعبنا، كل واحد يفكر يا بحاله يا يفكر للكل إيجابية. ما عم بحكي معك. عن جد ما عم بحكي معك. كثير زودتها هلا. مش يا أنا ما عم بحكي معك، إذا بدك فيك تعمل غير محل. كثير زودتها هلا، بليز. مثل ما أنا عم بحترمك، احترم شو عم تحكي عني. مثل ما انا بحترمك انت احترم شو عم تحكي عني بس يلا يلا كثير زودتها معصب اوكي بس كثير مش معصب حبيبتي وانا معصب 1% انا بس عم بوضح للعالم عم بوضح لك هيك انه انت شخص اناني من الاخر انت شخص اناني وعارفه قلبي طيب انا وانت شخص اناني من الاخر عارفه قلبي طيب حبيتك وانا ماشي معك منيح ورواق انت شخص اناني اوكي والكل بيعرف يعني الكل بيعرف انه انا انانيه لا الكل بيعرف انه انا منيح معك زياده عن زوم انا انانيه وانا غلطانه معك اصلا حنان ورفيال اتنيناتهم مزعوجين من القصه رفيال قرر يفتح قلبه لنسيم وحنان لمحمد عباس تصدقوا والله العظيم انا غلطانه وحياه ربنا انا غلطانه قوي 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 مالك في ايه شنو صار شنو كاين شنو كاين شنو كاين العصر. مفيش بس يمكن انا غلطي عشان اديت مساحه اكتر للانسان عشان انا انانيه وما بستاهلش و ماشي يعني ايه اللي حصل برضه مش عارفه مش عارفه هو في نظره ان انا ايه مش بعامله كويس او ان انا بطنبز يعني فاهم انا اصلا نفسيتي تعبانه قوي قوي من ايه امبارح كان مدرب كويس الاساتذه قالوا الحياه كويسه تعبانه مش عشان كده مش مش عشان غنيت كويس فلازم يعني. تبقى ابقى كويسه لا خالص طب انا زلمه بحاجه لايجابيه بحاجه لكون زلمه لكون حوالي عالم ايجابيه اوكي ماشي معي انت اوكي جيت لهون عادة رواء أنا وياها فايتين صحبة كتير وقربنا من بعض بس صارت شافت أنه أنا شخص
بس شافت انا شخص كثير منيح معه ولا ممكن ازعل منه صرت محط صرت محط انا إلها زعل صار كل ما تكون زعلانه من حي الله شيء من ضفره تجي لعندها تفش خلقها فيه من شو ما تكون زعلانه بتجي بتحط فيها ويا حيل لو هيك كانت عم تضحك هي عم تصرخ عم تضحك عارفه كيف استفزتني بتعرف تستفزني لانه ايوه ايه اللي حصل انت عملت ايه عشان خاطر تضايقه والله ما عملت حاجه دايق. والله العظيم ما عملت حاجه مش عارفه عشان ممكن ان ايه ما مش بضحك في وشه مش عارفه بس انا ما اقدرش انا كده لما بكون بضحك من قلبي يعني فاهم مش ضحكه ايه ايوه بس الكلام ده معانا احنا مثلا لكن انت كده رافائيل المفروض ان هو مختلف يعني المفروض تتعاملوا مع بعض مختلف قريبين بس اليومين دول انا تعبانه قوي حلو انت هو عارف الموضوع ده يعني عارف طبعا انا عارف بتضلك كل النهار يعني هيك يعني معصب يعني مشكله انا فشت خل انا فشت خل كل النهار حدا معصب خلص فشت خل عرفت كيف وكثير فشت خل منيح وراضي ماني زعلان عرفت كيف لانه عم بيصير شيء غلط وانا اكثر زلمه حقاوي نهار بده يكون في شيء غلط بدي احكي فيه ونهار ما يكون في شيء غلط ما في شيء غلط إلى ثلاث أربع تجمع في عم بيصير في شيء غلط عرفت كيف بتكون مبسوطة هي أنا بكون مرضي أكون زعلانة هي أنا بركض لأكون أنا أكون شخص منيح معها لا 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 صلحها ليه لأنه أنا بحبها على راسي وعيني وأنا ماني زعلان عم بعمل هالشيء أنا برضاي عم بعمل هالشيء وبقنعتي لو ماني مقتنع ما بعمل هالشيء وأنا لأني بحبها عم بعمل هالشيء بس تيجي تصير أنا كل شيء عندها هي كل شيء عندها هي مشاكل وزعل وهذا تيجي تحطهم فيي ليش انا والله ما عملت حاجه واقسم بالله هو قال لي حنان انت ليه كده فقام فجاه كده انا بصبر عليكي فقام بقى انت قلت له ايه لما هو قال لك انت ليه كده قلت له ماشي اوكي ماشي طيب ما هو ده غلط ما هو ده يعصب في فرق إيه؟ ان انت يبقى فيكي حاجه هقول له ايه هقول له ايه طب ثانيه بس قام كل حاجه كان بيعملها معايا قبل كانه جميل يعني فاهم كانه كان بيستحملني انا استحملتك 3 شهور انا لا مش لا لا ثانيه بس اتكلم هو قال كده ثانيه بس انا استحملتك 3 شهور انت انانيه بتحبيش غير نفسك برضو انا الغلطان حلو تسمعيني والله العظيم تسمعيني اتفضل طيب. دلوقتي هو حتى لو قال الكلام ده بس هو قصده حاجه تانية خالص قصده ان انت ما بتقدريش اللي هو كان بيعمله معاكي مين قال ان هو بقدرش انا هقول لك هو فهم ان انت ما بتقدريش اللي انت اللي هو بيعمله معاكي عشان كده لما جه سالك مالك انت المفروض لو مش عايزه تحكي دلوقتي عشان متضايقه تقول له سوري مثلا انا طريقتي كذا معاك عشان خاطر انا متضايقه شويه هو الوحيد اللي انت تقدري تقولي له كده انت ممكن الكلمه اللي قلتها له تقولها لي انا مثلا تقولي لي مفيش لكن هو المفروض تحكي له ما انا زلمه بعطيها الايجابيه لهي تكون مرتاحه وعم تشتغل من قلبها في كرفايه تعطيها الايجابيه بس ما تستنى ايجابيه منها على فكره ما بدي ماني مستنى ايجابيه منها بس ما تكشر بوجه ما تكون انا مكب زعلها غلطان مش غلطان اوكي خلص وصل لي حقي مان انتوا اللي عم تشوفوا مش بس انا اللي عم بشوف إيه؟ كل العالم عم تشوف وانت خصيصا انت عم تشوف شو عم بيصير لساتك معصب انت هون ماني معصب انا رواق اخر بريك بحلقه الليله مشاهدينا وبعده بنرجع نحن وياكم خليكم معنا الاسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع اتصال أجرى رافائيل بوالدته يلي رطبت الأجواء بينه وبين حنان وأعادت الصلحة بيناتهم ألو ألو مرحبا شو حبيبي ماما شو ما بدي إياك زعلان كيف؟ معني كثير نيفان حلو ما تعصب طان حنينة كثير بتحبك وبتسلم عليك إيه زعك ديو هلأ قبل شوي اوكي وما في شيء وكمان حنان قلبها طيب ماما هي يمكن تكون مستفقدة لأهلها بس هي مستفقدة لأمها ما قصدي زعلها ما هي بتعرف هالشيء ايه بعرف ما عادي هلا انت وياها وفي هذه البنت اللي قلت لك مريضة مش عم تاكل ولا بتاخذ الدواء هلا بتوقف انت وحنان وبتسلموا علي اللي اسمها وئام الا لا تتصالحوا عن جد عم تحكي وحياتك بتقول لها هيك العالم كله بتحبكم ماما وعم تزعلوا على اشياء بلا طعمه خليكم مهضومين امي الايفال بيعقد وقلبي كبران فيك يا ماما عيشوا مع بعضكم مبسوطين شو اسم البنت شو اسم البنت ويام من وين من اغادير اوكي الو يا حبيبي بدك تحكي مع حنان
شو؟ اللي تحكي حنان؟ ايه اعطيني اياها. الو؟ ما بدي اياكي تزعلي حنونه، بتعرفي قد ايه بحبك. اوكي. اوكي؟ وانا بعرف ليش زعلانه، يعني انت مشتاقه لامك وهلا حكيت انا وياها، ما تزعلي على شيء. الو؟ اي الو، اوكي. اوكي، وهيدي البنت رح يخبرك عنها رافائيل، بليز مش عم تاكل ولا عم تاخذ الدواء، هي انتم بتشوفكم زعلانين، ما بدنا بقى نشوفكم زعلانين، العالم كلها بتحبكم. اوكي. بحبك كثير وما دلك زعلانه، وانا عارفه ليش زعلانه انت، مش من رافائيل بعرف، وانتم قلبكم ما في اكثر منه، رافائيل رح يضل وقت حدك وما رح يربحك جيلي، هو لانه بحبك. على قد ما بحبك بعاتبك. بس. اوكي؟ اوكي. وما بدي شو بدي اشوف دمعتك ابدا نازله. امك بعدين بتزعل، هلا بعدني مسكره الخط انا وياها، انا كثير بحبك انت ورافائيل وكل التلاميذ. ما تزعلوا لانه بتزعلوا العالم منكم. فهمتي حبيبي؟ اعملوا ايفال حلو. الو؟ ايه اوكي اوكي. يلا، ما بدي اياكي زعلانه، انت ورافائيل اعملوا فكره حلوه وتمرنوا عليها واعملوا ايفال حلو. اوكي. اوكي حبيبي، اي لاف يو. I love you too. وقام ومش عارف شو بدي اقول لك، بس انه وقام كان حماق عليك، كان حماق عليك انا ورافائيل، واسمحي لي لما ندبزو شعو ثاني، شربي وكولي مزيان واحنا مزيانين، حماق عليك. احلى وقام في الدنيا. مليلة هيك. كان موت عليك يا وقام، ان شاء الله فاش غنخرجوا انا ورافائيل غادي نجي نشوفك. اوكي، كولي الدواء ديالك وكولي مزيان وشربي مزيان واحنا مزيانين. وكان موت عليك الا انا كثير بحبك تحبك. كان موت عليك يا وئام. و لا ما تزعلي بليز، ما تزعلي من شيء. وانا وحنان اذا زعلنا، وهيدي مش بس لوئام، لكل اللي عم يسمع، اذا زعلنا لانه في كثير مواقف، انه كل واحد جاي من بيئه مختلفه، كل واحد جاي من 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 تفكير مختلف، فأيام مواقفها اللي هي بتشوفهم صح أنا بشوفهم غلط وبيعصبوني، ومواقف اللي أنا بشوفهم صح هي بتشوفهم غلط بيعصبوها، مش أكتر من هيك. بس أيام حتى هي ما بتحب تتفهم لأنه راسها كبير، يعني فكرة حالة شيء مهم يعني، بس أني بحبها مش أكتر ولا أقل. و الضغط الكبير يلي بيعيشه الطلاب بيخلي مشاعرهم رقيقة كتير، فكيف إذا كان الموضوع هو الاشتياق لأمهاتهم؟ صاحبي خليك تمزك يا صاحبي. ما حدا مشتاق، ما حدا ما حدا ما.
عشان الدنيا من غيرك فعيني حقيقي. اشكت هاي وقد دورة وغضيفة لا تتعاش وياك لقيت للدنيا معنى كبير وحب الكل ليلي يزيد حب الكل يوم يوم عيد وياك بتتحل الحياة حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، تابعوا التصويت لإيهاب ودينا، وأنا بلاقيكم بعد شوي ببرايم مميز منستقبل فيه السنة الجديدة على طريقتنا. خليني معاك وعزمني حبيبنا نسيتك أنا شو عيلك بيعزمنا أنا عمري بتدعي